ومن نظر في شريعة الله سبحانه وتعالى وأمر الله بالبحث عن الحقائق والنهي عن اتباع المعارف الباطلة وغير المنظور فيها والمعروفة ولا تقف ما ليس لك به علم، وبيان طرق المعرفة إن السمع والبصر والفؤاد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وحث صاحب الشريعة على النظر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض في آية أخرى ثم تتفكروا في آية أخرى قل هاتوا برهانكم، فلا يأمر بهذه الأوامر ويعلم هذه التعاليم إلا حكيم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا يكون الإنسان في مهب الريح في معارفه. القرآن في السنة حث على المعرفة، طرق المعرفة، البحث عن المعرفة الحق، الاهتمام بالنظر، الاهتمام بالندير الدليل، الاهتمام بالعقل، فلا يأمر بهذه الأوامر جاهل ولا غبي، بل لا يأمر بهذه الأمور إلا حكيم.